عن الصلاة، الصلاة خطأ. لماذا قال إقام الصلاة؟ ما الفرق؟ عمرو إذن بعيد بعد بعيد الصلاة، رأبت بعيد بعد بعيد إقامة الصلاة. تحمل الصلاة مطري بعيد بقول لا يجوديهم، إقامة الصلاة بعد بعيد تيو بقول عمليهم. تأكيد دويته يمان كيف فرق صار كي عمل إقامة الصلاة لا يسوي بنيهم، رصلاة مطري بعد بقول عمل بلوكان. كيف فرق؟ لأن هذا قد يصلي بلا وضوء. كنا كي صلاة مطري بعد بقول تيو نصر تكيد بنا بعد بقول نماذج بديار صار. هو صلى هنا لكن ما قام الصلاة. أو يصلي الفجر ركعة واحدة هو صلى لكن ما قام الصلاة. أو يصلي ولا يقرأ الفاتحة هو صلى لكن ما قام الصلاة. إذن إقام الصلاة لابد أن تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى. من بچی اقامت الصلاة کی روز اللہ تعالی نے سبھی کو اور بتایا کہ بند سبھی لائی سمے تیرتی انصار نماز پڑھو اور سبھی شرائط اللہ مان جو کام کرنا بننے لائی اقامت الصلاة بننا الركن الثالث تسرو صدق من يعرف